لنقرأ مقال لحظة صدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، تحت عنوان محمد أبو العنين دبلوماسية برلمانية فاعلة. وقالت أبو الفتح في بداية المقال: لم يفاجئني اختيار النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب ليكون عضوا في اللجنة الاستشارية العليا لمجلس القادة الأمريكي العربي الذي يعتبر واحدا من المجالس التي تؤثر في القرار الأمريكي الخاص بالمنطقة العربية، ويعتبر هذا الاختيار تكريما لمصر وتكريما للنائب أبو العنين، لأنها أول مرة منذ 40 عاما هي عمر هذا المجلس يتم اختياره فيها مصريا، بل هو أول شخص على مستوى أفريقيا كلها عضوا في اللجنة الاستشارية للمجلس الذي يضم قادة الرأي في العالم العربي والولايات المتحدة الأمريكية، منهم وزراء دفاع سابقين وشخصيات عامة وجنرالات، وهو اختيار صادف أهله. فالنائب محمد أبو العنين عاشق تراب مصر وأرضها، والحقيقة أن النائب محمد أبو العنين لمن يتابع مسيرته البرلمانية فهو يمتلك خبرة سياسية وبرلمانية أكثر من 25 عاما، ويعتبر أحد رموز الدبلوماسية البرلمانية في مصر، فمن قبل تم انتخابه رئيسا للبرلمان الأورو متوسطي بإجماع آراء أكثر من 26 دولة حول المتوسط، وأيضا له باع كبير في التواصل. نذكر عندما ذهب لبانكي مون أيام الدستور وصدر بيان بأن ثورة 30 يونيو ثورة شعبية ساندها الجيش، وكان التغيير في مسار نظرة السياسة الأمريكية للثورة في مصر. وقد شاركت وتابعت العديد من اجتماعاتي مع هذا المجلس والتي كان يحمل فيها رسالة مصر وإنجازاتها وهمومها على عاتقه، ويتحدث إليهم بمنتهى الصراحة والصدق، ويعرض الفيديوهات عن إنجازات مصر خلال 8 سنوات الماضية وما يفعله الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي من أجل الجمهورية الجديدة، وما شهدته مصر من تنمية في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والسياحية، كما حمل على عاتقه توضيح الحقوق التي اكتسبتها المرأة والشباب في الجمهورية الجديدة. شهادتي لا أعتبرها مجروحة لمعرفتي بالنائب لسنوات طويلة، ولكن أعتبر نفسي شاهد عيان على إنجازاته، وقد عكست هذه المكانة البيان الذي أصدره جون ديوك أنتوني الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني الأمريكي العربي في كلمته عن هذا الاختيار: إنه يشرفنا قبول النائب محمد أبو العنين الانضمام إلى المجلس الاستشاري، فوجوده يعد إثراء للمساعي الناجحة للمجلس في العلاقات الأمريكية العربية، وسيكون مستشارا ذا قيمة كبيرة في السياسة والاقتصاد والقطاعات التجارية بين أمريكا والدول العربية. وتظهر قيمة هذا الاختيار إذا عرفنا أنه لا يوجد عربي آخر باللجنة الاستشارية سوى الأمير تركي الفيصل وزير الدفاع السعودي الأسبق. تحية لرجال مصر الشرفاء من سياسيين وعلماء وبرلمانيين ورجال أعمال وطنيين حملوا قضايا الوطن في قلوبهم ودافعوا عن مصالح بلدهم بشرف وكرامة، فوجدوا كل الاحترام والتقدير. تحية للنائب محمد أبو العنين. دكتور، يعني دور، خليني أقول، الدبلوماسية الناعمة، نعم، يعني هو رجل برلماني له خبرة طويلة، نعم، ورجل صناعة، وقبل كل ذلك رجل مصري يحب بلده، نعم، بصدق، خليني أقول بصدق، يعني نعم. فالتركيبة دي كلها ممكن تفيد مصر ازاي في مثل هذا الموقع اللي وصل ليه سياده النائب محمد ابو العنين؟ هي الست الهام الحقيقه اشارت ل 30 يونيو. صحيح. واحنا بنشير لموضوع ريجين. انت كان عندك حرب كبيره على مصر على المستوى الرسمي والشعبي مع ريجين. صحيح. لما هو كان له دور كبير. لما قابل رئيس البرلمان واتكلم معاه وقابل رئيس الحكومه واتكلم معاه، على الاقل خفت وطئه الضغط علينا من قبل الحكومه. صحيح. كان له دور كبير. الحاجة التانية، شوفي هقول لك، واحنا برضو ربما تكون شهادتنا مجروحة، وانا قلت قبل كده ان احنا عندنا ناس كويسة خالص ومنهم محمد ابو العنين. ما هو لما تبقي انت بتشتغلي في بيزنس وتكسبي
كويس وناجحه فيه وعامله حساب ان البلد لها حصه معاكي، شريكه معاكي وبتعمليها. لما بتشتغلي في بيزنس وتبقي ناجحه فيه وتعرفي ان ربنا شريك معاكي وبتعمليه وتأدي حق ربنا. لما بتكوني خليط من الوعي السياسي زائد القدره على اداره اعمال، الحقيقه دي بتبقى حاجه جميله. مصر فيها ناس زي كده. في ناس شردت الحقيقه الفتره اللي فاتت، ما ادوش لمصر، ما ادوش لربنا، اتحبسوا. احنا شفنا الكلام ده خلال العشر سنين اللي فاتوا. الحقيقه هو راجل، انا في تقديري اي حد محترم في البلد دي واي حد بيشتغل باخلاص وامانه ايا كان موقعه لازم ياخد حقه. جزء من الحكايه احنا يعني ربما مدام الهام هي اللي بتكتب، لكن اي حد واعي وبيبص وشايف بيوزن بشكل مظبوط يعرف ان الراجل ده يستحق ان هو يبقى ابن البلد دي. واحنا عندنا ناس كتير على فكره كده، بس ربما هو اكثر ذكاء، بيعرف يدير علاقاته بشكل تفيد البلد. صحيح. بالنسبه للمجلس الاستشاري مهم جدا يبقى فيه صوت مصري، افريقي، لكن انا بتكلم على مصر. مصر صوتها بيوازي صوت افريقيا ال 54 دوله، بيوازي صوت العرب بالكامل. هو فيه تقريبا جنسيات كتير الا احنا، وده مش صح، لان اي صياغه قرار بيتاثر بالمجلس الاستشاري، بيأثر فيه وبيتاخد رايه. لما بيكون صاحب المشكله او صاحب القضيه او صاحب الارض موجود، بيحصل نوع من التعديل للقرار بالشكل اللي ربما يكون الاكثر ملائمه لاصحاب القضيه. واحنا تقريبا امريكا احنا شركاء استراتيجيين، مش مصر بس، مصر جايز والسعوديه في، لكن على المستوى العام انا متصور محمد اولانيين بيلعب دور كويس جدا، او لعب دور كويس جدا. كانت نتيجته هي دي، بعد 40 سنه من غياب اخر حد كان ممثل للعرب هناك، هو في الامير تركو. الامير تركو ربنا يديله طول عمره الصحه، كبر خالص يعني، فالصوت الوحيد اللي موجود هو محمد ابو العينين. انا اعتقد والله انا كنت في اخر اجتماع موجوده مع سياده النائب محمد ابو العينين، وشفت معالي الامير برضو كان قاعد. هو كبر طبعا، ربنا يديله الصحه، وكان قاعد في حديث مطول مع سياده النائب محمد ابو العينين. كانوا بالعكس قاعدين بيكلموا وبيتناقشوا، كان في حوار مطول بينهم. يعني حوار طبعا يهم الأمة العربية بشكل عام. نعم، احنا يهمنا طبعا، يهمنا ان احنا مش بس في امريكا يا رشا، احنا يهمنا يبقى عندنا، نهتم بناسنا، النهايات الطرفية الوطنية تبقى في كل مكان مهم، وفي اي عاصمة بيصنع فيها القرار. كل التهنئة، واكيد مستنيين من سيادة النائب دور كبير في الفترة القادمة من خلال هذا المجلس ايضا، هيكون له اكيد يعني العالم كله فيه بيموج بالاضطرابات، فاكيد الصوت المصري اكيد هيبقى له دور كبير في هذا المجلس. هو متزن الراجل وفاهم كويس خالص. صحيح. نعم.